عقد اليوم بالعاصمة صنعاء مؤتمر صحفي تنديدا باستهداف العدوان السعودي الغاشم للمصانع الدوائية والمنشآت الصحية في بلادنا. إلى التفاصيل. تواصلا لمسلسل الاعتداءات المستمرة على بلادنا من قبل العدوان وتحت شعار لا للاستهداف العسكري للمنشآت الصناعية والخدمية والإنسانية وبرعاية الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والهيئة العليا للأدوية، عقد اليوم بالعاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا لشجب واستنكار القصف الصاروخي الجوي على مصنع شركة بيوفارم للأدوية الذي تعرض له في 16 من شهرنا الحالي. نحن كنا مستمرين في الإنتاج وفي الصناعة بالرغم من الظروف الصعبة التي نواجهها من عدم توفر الديزل وعدم توفر المواد الخام المستوردة التي أو مستلزمات الإنتاج بصورة عامة. ولحسن حظ العاملين أن الحادث وقع بعد خروج الناس من العمل. ولو كان حصل هذا الحادث والناس في العمل لكانت حصلت مجزرة وكانت حصلت كارثة، لأن المصنع كان سيفقد كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا وكوادر فنية يعني تخدم البلد وتخدم الصناعة الوطنية. المؤتمر الصحفي أكد على أن نحو 30% من إنتاج بلادنا الدوائي والصحي توقف بسبب القصف والاستهداف المباشر لمنشآته ومصانعه، إلى جانب الحصار الجائر المفروض من قبل إدارة العدوان وأدواته برا وبحرا وجوا. نحن نمثل اليمن بكافة أطيافه وتوجهاته، لا نمثل جهة ولا نمثل فئة، بل نمثل الوطن بأكمله. ما نريده من الجميع أن يعرف أن رسالتنا إنسانية، وأن أعمالنا محمية بموجب القوانين والأعراف الإنسانية الدولية، فما بالنا بالتشريعات الإسلامية. في كل الأعراف تجنب مثل هذه المنشآت الصراعات. المؤتمر الصحفي الذي عقد تحت الغارات العدوانية المتواصلة التي تتعرض لها العاصمة صنعاء وباقي محافظات الجمهورية أكد على ضرورة تحييد وتجنيب المنشآت الصحية والشركات الدوائية من استهداف مباشر، كونها تخدم المواطن وتمس حاجته الصحية والدوائية وتعرض حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني للخطر، داعيا في الوقت نفسه كل منظمات المجتمع الدولية منها والمحلية إلى الوقوف بروح المسؤولية الإنسانية للسعي إلى وقف كل هذه الاعتداءات وفك الحصار الذي استمر طيلة الأشهر الماضية. رياض علي لقناة اليمن صنعاء.